مرحبا أصدقائي، تخيل لتمشي بشارع من شوارع العراق بالصيف، الجو كلش حار وعطشت ماي، بس قررت تشرب مشروب غازي. أول مشروب راح يجي ذهنك في بالك هو الكوكاكولا أو البيبسي. تدري ليش؟ لأن أول شركة صنعت البيبسي أو صنعت المشروبات الغازية هي شركة كوكاكولا، ولذلك أول مشروب راح يجي ببالك رغم تنوع وكثرة المشروبات الغازية. دخلت المحل وتريد تشتري مناديل ورقية، كنت متعرق، تريد تمسح العرق مالتك لأن يعني مثل ما قلنا الجو كلش حار. مباشرة راح تطلب كلينكس، لأن أول شركة صنعت المناديل الورقية هي كلينكس. في بعض الأحيان الأشخاص يعتقدون أن الاسم العلمي أو الاسم الصحيح للمناديل الورقية هي كلينكس، وسبب هذا لأن دائماً بالهم يروح إلى الشركة اللي صنعتها أول شيء صنع هذا الأمر. الآن آخر الإصدارات التقنية والتكنولوجية، من تريد تستخدم الذكاء الاصطناعي، أول شركة أو أول موقع يجي ببالك هو الأوبن أي آي، الشات جي بي تي. الكثير من المواقع الذكاء الاصطناعي اللي قبله واللي بعده إجت، لكن لأن هو هذا الأول والأول كان ناجح، ولذلك راح يجي دائماً في بالك. هذا الأمر مو محض صدفة، هذا إلى قانون خاص بي، قانون تسويقي. هذا القانون يقول be the first not the best، أو كن الأول بدل ما تكون الأفضل. شو نقصد بهذا القانون التسويقي؟ نفرض بأنه أنت تريد تقوم ببيع أو تصنيع مكنسة كهربائية. الكثير من المكانس الكهربائية موجودة في السوق، فحتى تكون الأفضل احتمال تتعب من ناحية التقنية التكنولوجية لهذه المكنسة الكهربائية، لكن أفضل لك وأسهل لك إذا قدرت تفكر أنه تضيف فاليو قيمة بهذه المكنسة ما موجودة بكل المكانس الكهربائية. يعني على سبيل المثال أنه تقدر تتحرك أو تتحكم بها عن طريق النطق، عن طريق الصوت، تقول لها اشتغل اشتغل، طفي طفي، روحي يمنى روحي يمنى، روحي يسرى روحي يسرى، يعني تضيف الذكاء الاصطناعي بتصميم. بهذا الأمر أنت ما دخلت ضمن اخترقت السوق مالت المكانس الكهربائية وتعرضت إلى التنافس، لا، أنت وسعت السوق بإضافة قيمة أو فاليو ما موجودة فقط بالمنتج مالتك وتفردت بهذا الأمر. لكن ها، دير بالك، المفروض تكون ذكي والمنتج مالتك يكون جيد. يعني مو مثلاً تجي تضيف فاليو، تضيف قيمة، والمستهلكين يجوا يشتروا المنتج مالتك لأن القيمة المضافة ما موجودة بأي منتج آخر مشابه إليه، وشافوا أنه هذا المنتج ليس جيد، راح يتركونه، وراح واحد يتناقل هذا الكلام، سمعة المنتج مالتك سيئة، المنتج ليس جيد مثل ما صح موجودة بهذه الإضافات، لكن هو مو جيد، بالتالي راح يتركونه. فأيضا لازم تهتم ولازم تفكر بأنه الجودة تكون ممتازة جدا. إذا تحب تشوف قوانين أخرى مهمة وملفتة، اشترك بالقناة، فعل الجرس، اضغط لايك. شكرا جزيلا لروعة المتابعة، وخلوني أروح أكمل قراءة الكتاب. شكرا لكم.